أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في الحديث الاول من باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في امر الامامه. وهذا الحديث يتضمن محاججه طلحه والزبير مع امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام لما خرج عليه في الجمل. وقد ارسل رجلا يدعى خداش. واستعمل معه مختلف الاساليب النفسيه لالا يتاثر بكلام امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام وكان سبب ارساله هو انهما سمعا ان امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام يدعو عليهما ويلعنهما وقد صعب عليهما ذلك بشده فأرسلوا خداش وحملوا معه حجج مختلفة وقد ذكرنا خمسة من هذه الحجج في الحلقات الماضية وأما في هذه الحلقة فنذكر آخر حجة من الحجج التي استدل بها لكي يصرف امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام عن لعنهما يقول امير المؤمنين عليه السلام واما قولكما اني اشجع فرسان العرب وهربكما من لعني ودعائي فان لكل موقف عمل اذا اختلفت الاسنه وماجت لبود الخيل وملا سحراكما اجوافكما فثم يكفيني الله بكمال القلب. واما اذا ابيتما باني ادعو الله فلا تجزعا من ان يدعو عليكما رجل ساحر من قوم سحره زعمتما. ضمن كلامهما انهما من الايحاءات النفسيه لخداش انهما قالا له ان الرجل ساحر من قوم سحره حتى لا يتاثر بكلام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وافعاله لكي يحمل كل ما يسمعه وكل ما يراه على السحر وكان كلامهما انه لماذا تدعو علينا؟ الدعاء واللعن سلاح العاجز، انت اذا تتمكن فتعال الى ساحه القتال وقاتل، لماذا تلعن؟ لماذا تدعو؟ هل انت جبنت عن القتال؟ لانه عاده الانسان اذا يتمكن من القتال يفعل اذا لا يتمكن من الفعل يذهب الى الشاتم واللاعن والكلام الغليظ اذا تمكن الغرض من هذا الكلام شنو هو الغرض تحريك الغيره والحميه احيانا انت واحد يخالفك لكن تحرك في الحميه والغيره فحينئذ ينساق الى ما لم يكن ينساق اليه من قبل هذا ايضا من الاساليب النفسيه التي تستعمل اراد استعمال نفس هذا الاسلوب مع امير المؤمنين اذا انت شجاع تجد حارب اما اذا تريد تلعن فمعنى ذلك انك لست بشجاع. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في جواب هذا الكلام يقول نعم انا اشجع فرسان العرب لكن هذا لا ينافي ان ادعو على انسان لأن اللعن شنو هو؟ اللعن ليس شتمًا ولا سبًا، وإنما اللعن دعاء بأن يطرد الله سبحانه وتعالى الملعون من رحمته، وهذا لا بأس به إذا كان ذلك الملعون يستحق اللعن. الله سبحانه وتعالى وهو مالك الكون وهو الذي ازمه الامور كلها بيده الله سبحانه وتعالى يلعن الانبياء يلعنون الملائكه يلعنون من يستحق اللعن الله سبحانه وتعالى يقول اولئك يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. في آيةٍ أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. في آيةٍ أخرى يقول: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ على لسانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لكل موقف عمل او كلام يناسب ذلك الموقف انت في الصلاه تدعو الله سبحانه وتعالى الصلاه مو وقت ان تطعن برمح او تضرب بسيف الصلاه في موقف انت تقف امام الله سبحانه وتعالى بذل العبوديه وتدعو الله سبحانه وتعالى في ساحة القتال ساحة عمل هناك تعمل هناك تقاتل الإنسان في كل الحالات يكون كحالة الحرب كلا حالة الحرب حالة حالة السلم حالة حالة الصلاة حالة حالات أخرى حالة لذا الشاعر حول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك اذا اشتد القتال في المحراب ليلا يبكي من خوف الله سبحانه وتعالى في النهار في ساحات القتال يقاتل ولا يخاف بل يضحك هل هناك تناقض في ذلك كلا لكل موقف فعل أو قول. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: أما قولكما إني أشجع فرسان العرب وهربكما من لعني ودعائي فإن لكل موقف عملا. زين السؤال لماذا الله سبحانه وتعالى يلعن؟ لماذا الله سبحانه وتعالى أمر اللاعنين باللعن؟ الملائكة لعنوا رسول الله صلى الله عليه واله، والأنبياء لعنوا من يستحق اللعن. الجواب على ذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعد الاستجابة. وهو الذي أمرنا بأن ندعو بأن يطرد الظالمين الظالين من رحمته فإذا أنت تلعن من يستحق اللعن هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى سأل الله يحتاج إلى لعننا؟ لا الله لا يحتاج إلى لعننا كما لا يحتاج إلى صلاتنا لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالولاية وأمرنا بالبراءة من مصاديق البراءة لا من يستحق اللعن إن الله ما يحتاج إلى براءتنا الله لا يحتاج إلى ولايتنا لا يحتاج لا إلى صلاتنا ولا إلى لعننا ولا إلى دعائنا لكن نحن المحتاجون والله سبحانه وتعالى علمنا ما نحتاج إليه لطفا منه ورحمة لكي نمتثل ما أمرنا به فنسمو مثل معلم يعلم التلاميذ إذا معلم متطوع هسه مرة معلم يستلم راتب نقول هذا يحتاج إلى راتبه يضطر أنه يدرس التلاميذ ليستلم الراتب لكن أكو معلمي معلمين يذهبون إلى مناطق نائية تطوعا يدرسون نقول له تحتاج إلى تدريسهم يقول لا أنا ما أحتاج أنا عندي ما يكفيني وهؤلاء لا احتاج اليهم لا الان لا في المستقبل مناطق نائيه وانما اريد ان اخدمهم هم المحتاجون اريد ان اخدم بلدي مثلا زين هذا عندما يعلمهم عن احتياج لا هم المحتاجون الله سبحانه وتعالى حينما يامرنا هل هو يحتاج؟ لا انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ثانيا اللعن قد يكون علنيا وقد يكون في خفيه اذا ماكو تقيه ماكو مشكله ثانويه اجهر باللعن لكن اذا تقيه انت تعيش في بلد يهود مثلا تعيش في بلد نصارى إذا تجهر في لعنهم وتقرأ مثلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم هذا يوجه إليك ضررا أو يوجه إلى المؤمنين ضررا هنا تستعمل التقية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه هنا لا يجاهر لكن هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى ويلعن يعني يدعو بطردهم من الرحمة هسه إذا في مكان تقدر الجاهر جاهر والسبب في ذلك أنه تحذر الناس من أهل الكفر والضلال إذا ما تقدر تجاهر لا تجاهر لكن هذا يوجب حصانة نفسية بين الإنسان وبين أهل الضلال ولله فوائد كثيرة مذكورة في التفاسير في الآيات التي تتضمن اللعن أمير المؤمنين يقول فإن لكل موقف عمل إذا اختلفت الأسنة السنان هو رأس الرمح هذا النصل اللي على رأس الرمح، لأن الرمح عادة من خشب عود. يضعون على رأس الرمح نصل حديدي لينفذ ذلك الرمح. هذا يسمى سنان. والجمع أسنة. إذا اختلفت الأسنة يعني ذهبت وجاءت وماجت لبود الخيل. لبود الخيل السرج إذا شايفيه هكذا. المكان الذي هو أعلى السرج هذا يسمى لبد وجمعه لبود وماجت يعني اضطربت لبود الخيل وملا سحركما أو سحراكما أجوافكما، السحر شنو هو؟ يقال إنه الرئة ويقال محل اتصال الرئة بالمريء هذا يسمى السحر، فالإنسان عندما يخاف يحتاج إلى أن يسحب نفساً أكثر، فلذا الرئة والسحر يمتلئ من الهواء، هذه كناية عن الخوف، "وملأ سحراكما أجوافكما فثم يكفيني الله بكمال القلب، أنا في ذلك الوقت قلبي مطمئن" في ذلك الوقت في ذلك الوقت الذي انتما وامثالكما ترتعدون من الخوف انا في ذلك الوقت قلبي مطمئن اما في الصلاه ادعو عليكما وعلى اهل الضلال فهذا لا بأس به وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في قنوت صلاته كان يدعو على هؤلاء الظلمه زين هذا الكلام إذا ما قبلته شنو المشكلة أنتم تقولون أني ساحر من قوم سحرة الله سبحانه وتعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى الساحر لا يفلح في أي مكان وفي الحديث إذا واحد لعن من لا يستحق اللعن رجع اللعن عليه يعني الإنسان لازم يدقق مو يلعن كل واحد اختلف يا واحد يبدا في لعنه، لا، خاصة إذا كان مؤمناً. إذا واحد لعن مؤمناً فهذه اللعنة ترجع إليه إلى اللاعن. ليش؟ لأنه عمل حرام، ومن يرتكب حراماً الله سبحانه وتعالى يطرده من رحمته، أو من جزء من رحمته. فهو بفعله بلعنه الحرام سبب لنفسه ان يطرد من رحمه الله، اما ذلك الشخص الذي لعنه وهو لم يكن يستحق اللعن فهذا اللعن يكون له زكاة، يكون له ثواب، وكذلك غير اللعن، امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول ياتي من بعدي رجل يامركم بلعني والسب مني، اما السب فسبوني، لان انت في تقيه اذا ما تسبني يقتلك، ما يخالف سبني اما السب فسبوني فانه لي زكاة ولكم نجاة. انت تنجو هذا تقيه مو مشكله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولي زكاة يعني ثواب يحسب لي لان الزكاة النمو الله سبحانه وتعالى يزكيني يعني يطهرني من اكاذيبهم. زين. واما اذا ابيتما باني ادعو الله لم تقبلا حجتي فلا تجزعا من ان يدعو عليكما رجل ساحر من قوم سحره. حجج هؤلاء انتهت وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام دحض حجتهم واحده بعد اخرى لان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام اهل قول وعمل. وهكذا الانسان المحق، الانبياء هكذا كانوا. اذا واحد عنده شبهه او يثير شبهه الانبياء كانوا يجيبون عن تلك الشبهه. القران الكريم مليء باجابه الشبهات. انت راجع من سوره البقره الى اخر القران. تجد الله سبحانه وتعالى قد ذكر دحض كلام المشركين كلام اليهود كلام النصارى اي حجه باطله الله سبحانه وتعالى يدحضها لذا اساس الشبهات جوابها مذكور في القران الكريم حتى الان شوف باستمرار اكو شبهات لكن هذه الشبهات لها اساس ترجع اليه اسس هذه الشبهات كلها بلا استثناء جوابها مذكور في القران الكريم سواء شبهه حول التوحيد حول وجود الله حول النبوه حول المعاد حول سائر اصول الدين هذه كلها مجابه فالعمل الاول للانبياء والائمه جواب الشبهات حتى يكون الحق واضحا حتى الحجه تكون واضحه لألا يكون للناس على الله حجه واحد يوم القيامه لا يقول انه شبهه كانت وما كان جواب لتلك الشبهه يقال له الشبهه كان لها جواب لكن انت ما حققت او عاندت هذا الشيء الاول جواب الشبهات اللي هو عمل علمي، الشيء الثاني عملي، العمل عملاً. أمير المؤمنين لم يكتف بجواب الشبهات، وإنما حينما كان يتمكن كان يعمل أيضاً، ما بقى في المدينة، لا، ذهب إلى البصرة ودعاهم وحاججهم اللي فادت الحجة فبها. اللي ما فادت الحجه وعانت امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام قاتله. فهنا دحض حجج هؤلاء ثم بعد ذلك يقول اللهم اقصع، اللهم اقعص الزبير بشر قتله، واسفك دمه على ضلاله، وعرف طلحه المذله، وادخر لهما في الاخره، شرا من ذلك ان كانا ظلماني وافتريا علي وكتما شهادتهما وعصياك وعصيا رسولك في قل امين قال خداش امين. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول: اذا هؤلاء ظلماني فخذهما. في معركة الجمال قبل أن يبدأ القتال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دعا الزبير تعال عندي كلام وياك فالزبير اجى حذروا الزبير تروح فد يقتلك هو يعرف أمير المؤمنين مو رجل رجل غادر لا لا يقدر بأي أحد فجاء الزبير الى ان تشابك عنق فرسه مع عنق فسفرس امير المؤمنين يعني صار وجهه بوجه باقرب ما يكون فقال له امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام هذا روته العامه والخاصه في امال الصدوق موجود وغير امال الصدوق وكذلك في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري ايضا هذا موجود يعني الحاكم ايضا يصحح هذا الحديث فقال له اما تذكر يا زبير يوم لقيت رسول الله صلى الله عليه واله في في بني ضب يعني في مساكن قبيله بني ضبه وهو راكب على حمار فضحك الي وضحكت اليه انت في ذلك الموقف شفت انه الرسول التقى بي وبك فضحك في وجهي وانا ضحكت في وجهه سرورا بلقائنا فقال اتحبه يا زبير اتحب علي بن ابي طالب فقلت والله اني لاحبه فقال انك ستقاتله وانت له ظالم ولينصرنه الله عليك تذكر لولا فهنا تذكر الزبير فقال استغفر الله لو ذكرت هذا ما خرجت كنت ناسي زين ما يخالف كنت ناسي الان تذكرت الان اصلح ما افسدته انت خرجت عائشه واجيت الى البصره وجيشت جيشا من الاف مؤلفه على خلاف الخليفه الشرعي باتفاق الفريقين سواء من الشيعه يقولون علي بن ابي طالب نصبه رسول الله بامر من الله او حتى السنه يقولون ان بيعه علي بن ابي طالب بعد مقتل عثمان كانت بيعه شرعيه زين جيشت هذا الجيش اصلح ما افسدته اعلن لهم انك على باطل وانك تبت الى الله سبحانه وتعالى من باطلك وانك تدعوهم الى ان يرجعوا وان يبايعوا امير المؤمنين مره اخرى ويرجعوا عن نكثهم البيعه فعلى ذلك لا اعتزل القتال يصير واحد هل جماعه يخرجهم وبعدين يسكت لو كان يسوي مثل فعله الحر ابن يزيد الرياحي سد الطريق على الامام الحسين عليه الصلاه والسلام وما خلى الامام يدخل الكوفه وما خلى الامام ايضا يعسكر ويخيم عند النهر بعيد من النهر في الصحراء عسكر هذه جرائم كبيرة لكنه جاء تائبا مو فقط بالكلام يعتزل ويروح لا أجل للامام تائبا ودخل في زمرة جيش الإمام ودافع عن الإمام حتى قتل إيه هاي توبته كانت توبه صحيحة توبة نصوح أما الزبير لم يفعل ذلك وإنما اعتزل لما اعتزل ابن عبد الله وهو كان من أسباب خروج الزبير في الحديث لا زال الزبير منا أهل البيت حتى شب ولده عبد الله وفي بعض الروايات حتى شب ولده المشؤوم عبد الله قال له إيه أنت شفت علي بن أبي طالب وشفت سيوف جماعة علي بن أبي طالب وجبنت حرك في الحمية والغيرة فهنا الزبير هجم على جيش الإمام هسه أنت لو تائب ليش تهجم على جيش الإمام فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمر الجيش أن لا أحد يقابله، أن ينفرجوا. فانفرج الجيش، هو هم إجا إلى أخير الجيش ورجع ليثبت أنه ليس بجبان، وبالفعل ما كان جبان، كان شجاع. في يوم غزوة أحد فر الجميع إلا القليل، عشر نفرات مثلا، كان أحدهم الزبير. في يوم السقيفة دافع دفاع مستميت عن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ما كان جبان لكن خالف امر الرسول صلى الله عليه واله وخرج وراح في مكان هسه في بعض التواريخ انه في حال الصلاه وفي بعض التواريخ في حال النوم اجى ابن جرموز وقتله وجاء بسيفه وراسه الى امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام وأمير المؤمنين شاف السيف وقال سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه واله، بس المهم الأمور بعواقبها. هذا بالنسبة إلى الزبير. أما طلحة فقد ناداه الإمام عليه الصلاة والسلام وقال له: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول فيّ اللهم والمن والاه. وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَأَنْتَ أَوَّلُ مَنْ بَايَعَنِي ثُمَّ نَكَثْتُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ, ينك فمن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ هو الاستغفار فقط باللسان أنت تقول أستغفر الله زين هذا الجيش اللي جيشت رجعه ما تقدر ترجعه التحق بجيش امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. لا هسه الزبير انفصل راح هذا بقى وبقي يحارب جيش امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وهو كان من قتله عثمان. فلما التحم الجيشان وصارت الفوضى والقتال استغل مروان ابن الحكم مروان ابن الحكم استغل فرصة ورمى طلحة بالسهم فقتله لأن مروان يدري أنه طلحة من القتلة والآن يريد الخلافة من قتلة عثمان انتقم لعثمان هناك قال الآن فوضى في الحرب ومن يدري القاتل من هو والمقتول من هو فرمى طلحة وقتله فكان السبب في معركه الجمال ومعركه الجمال فتحت بابا من الشر الى يومنا هذا لان معاويه استغل معركه الجمل لبغيه وادى ذلك الى معركه صفين ومعركه صفين ادت الى معركه النهروان والفتنه اللي الان موجوده بين المسلمين من اسبابها معركة الجمل والى يومنا هذا. زين انت تفتح باب شر وفي نفس اليوم آلاف قتلوا والى هذا اليوم ملايين قتلوا، وبعد ذلك ما حصل شيء. قتلوا في ذلة بهذه الكيفية لا في موقف بطولي ولا في مثلا قتال بطولي ولا كذا وما حصلوا شيء والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. زين، هذا كلام أمير المؤمنين مع خداش، ثم قال خداش لنفسه: والله ما رأيت لحية قط أبين خطأ منك، يعني ذا لحية. واحد يستمع إلى هالحجج الصحيحة وهو كان على خطأ. حامل حجة ينقض بعضها بعضا. كما ذكرنا في شرح الحديث الشريف لم يجعل الله لها مساكن يعني لم يجعل الله لها مسكن أنه يعني بمعنى أنها لا ترجع إلى خير أنا أبرأ إلى الله منهما قال علي عليه السلام ارجع إليهما وأعلمهما ما قلته أنت رسول أبلغت رسالة الآن أبلغ الجواب فقال لا والله حتى تسأل الله أن يردني إليك عاجلا وأن يوفقني لرضاه فيك أنا ما أروح لهم حتى أنت تدعو أن الله يوفقني لأن أرجع إليك وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عني بسبب نصرتك ففعل يعني أمير المؤمنين دعا فلم يلبث أن انصرف يعني ذهب إليهما ورجع وقتل معه يوم الجمل رحمه الله تعالى يعني هو حامل رسالة لكن الله هداه لأنه ما كان معاند أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا لكي نتبعه هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين